ورحمة الله وبركاته. من الأدعية النبوية الشريفة كما جاء في صحيح مسلم دعاء السفر، دعاء عظيم في ألفاظ غريبة وعظيم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا استوى على الراحلة قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والدعاء يأتي: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. سفرك هذا في بر وتقوى؟ الله أعلم. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. هي السؤال هذا يعني سفرك فيه بر وتقوى ومن العمل ما ترضى؟ السفر في شيء يرضي الله ولا فيه محرمات؟ الله تعالى به عليم. من البعض، ما أقول الكل. الآن حتى بعض النساء لما قادوا في المملكة السعودية صار بيحفظ نسائنا من الفتن، بعض النساء بحكم أنها خلاص صارت تسوق سيارة صارت تسافر بدون محرم، وهذا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حديثا عظيما: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ألا تسافر لمع ذي محرم. مشكلة حبيبنا الآن والله رفقة آمنة، رفقة آمنة تروحين دبي شوبينج وتروحين للقاهرة تروحين للندن، والله رفقة آمنة ورفقة آمنة. بعض العلماء قال رفقة آمنة هذه للمرأة اللقيطة، المرأة اللقيطة اللي ما لها أم وأب، عارفين إيش معنى اللقيطة. لكن بعض الفقهاء قال المرأة إذا كان ما عندها رجل ولا عندها أحد سافرت مع نساء على صلاح وعلى خير لضرورة، حتى المرأة التي بتحج وتعتبر ما عندها محرم ما وجب عليها الحج. قال تعالى: من استطاع إليه سبيلا. استطاعة محرم للمرأة وصحة ومال للرجل. فبعض النساء غريبين سبحان الله إلا تحج بدون محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث: لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ألا تسافر إلا مع ذي محرم. قاله وكان في الجهاد، صحابي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، زوجتي ذهبت للحج وأنا معك الآن في الجهاد. ما قال خلاص بما أنك أنت معي في الجهاد شيء عظيم خليك معي، وهي راحة مع بعض الصحابيات بعض النساء الصالحات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. مو رفقة آمنة بزمننا الآن، هناك أأمن. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام جعل يترك الجهاد، قال انطلق وحج مع امرأتك. أنت حرام، شو العذر؟ قلنا عادة مرة تسوق طيب، لكن ها وين المحرم؟ ما يجوز. وكل امرأة تتمنى معها رجل، احنا ما نقول محرم مو عشان حكركم، لا، المحرم يدافع عنك، المحرم يجيب طلبات المطعم يحطها عندك، المحرم يشيل الجنط عنك، المحرم يحط الجواز عند الناس، ما تحتكي مع الرجال. فسفر المرأة بدون محرم هذا لا شك انه محرم ولا ينبغي. للضرورة غير، للضرورة تبيح محظورات، ما يجوز اني انا مس اجنبية، لكن للضرورة المرأة بتطيح مسكتها ولا عملية زور الرجل يكشف على امرأة للضرورة لا حرج. الان صار وللأسف رأينا في وسائل التواصل الاجتماعي مصورين واحد أول سعودية تدخل الكويت ولا أول كويتية تسافر إلى السعودية أول كذا، مستانسين أنتم؟ يعني الأمر هذا يفرحكم؟ زادت المحرمات وزاد الفساد وزاد الأمر السيء في بلادنا وفي كثير من الدول. إحنا ما قلنا أن قيادة المرأة حرام، ولا حد قال بأن القيادة هي نفسها حرام، لكن المفاسد التي تحصل من وراء قيادة المرأة، ومعيب المرأة تسوق، ومعيب أن المرأة أنها تسوق، لكن المفاسد اللي تصير منها سفر النساء بدون محرم يروحون دول ثانية وكذا لا رقيب ولا حسيب. أتمنى من آبائنا وأمهاتنا يتقون الله تعالى في بناتهم وعيالهم. واللي منكم سافر إلى أي سفر، شوف سفرك هذا فيه بر وتقوى. أنت تو قايل الدعاء، طبعا هذه ذكرتها، طبعا أنت تو قايل الدعاء: اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن عمل ما ترضى. ومن عمل ما ترضى ولا سويته؟ إذا الهاوس كيبينج شافوا كل شيء، تنظيف غرف والريسبشن شافوا كل شيء، ترى الله تعالى شاهد والملائكة شهود، وقولوا اعملوا سووا لي تبيها فسير الله عملكم ورسوله المؤمن. تذكروا الآية الواحدة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إيش فيها يومئذ تحدث أخبارها. طلع كل شيء سويته بهالأرض بالغرفة هذه، بس سكرت الباب وخليتها يعني الغرفة خاصة لك. جميل. يومئذ تحدث أخبارها. المكان اللي صليت فيه سينطق ويتكلم، والمكان اللي وقعت فيه في زنا ولا شرب خمر ولا محرمات ولا الأمور اللي تعرفها، خل الوشم والتاني ينفعك يوم القيامة، وخل الناس اللي قاعد تتباهى قدامه، وأنت المرأة اللي قطعت حجابك منقبة لابسة شيلة بالطيارة لما زلت المطار الثاني نزعت الحجاب، المضيفات يطلعون شن نفاق
يا عمري النفاق اللي صار عند بعض نسائنا، خاف الله تعالى واتقوا الله. إلهنا الموجود هنا في الكويت ولا في بلادنا هو نفس الإله اللي موجود يرانا في الدولة اللي هناك. لا أفكر إن الله ينصرنا ونبي الإسلام يرتقي ويرتفع. يا أيها الذين آمنوا، الله يخاطبه الإيمان، إن تنصر الله ينصرك. ظهر فساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، عسى ربي لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا رب ما تعاقبنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. يعني ما أقدر أعاقب أكثر ولا أبي أطول أكثر. بكرة راح نكمل سلسلة بسيطة جدا لجات رسائل من بعض الجزر وبعض الدول مسافرين فيها، بعض بين قوسين خليجيين وبعض العرب عشان كلام عام، بعض المسلمين للأسف شيء لا يبشر بالخير. ذكروا الآية إن الإنسان ليطغى يسوي الحرام كل شيء متى رآه استغنى. هذا المسلم قال أعطانا الخير روح نفسد وخرب كل شيء. تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، سيجمعنا الله تعالى كلنا، والأموال هذه سنسأل عنها يوم القيامة. نحبكم في الله، نتسند وعكفت من جسد ربي، يحفظكم بحفظ سؤالكم برعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.